تعليق بسيط جدا. المشكلة نعم. هي ليست مشكلة شيعية، الأتراك ما متفقين، الاتحاد والديمقراطية ما متفقين، السنة جزء منهم منسحب وعندهم مشاكل. أولا إذا رحنا إلى موضوع الأغلبية والإصلاحات اللي تحدث ضيفك عنها أو يحاول البعض أن يذهب إلى الأغلبية، معناها معنى ذلك ضربنا دستور 2005 اللي استفتينا عليه وهو دستور مكونات، وضع في المادة 70 وهي مادة مقدسة تعلو، لأنه الدستور الرب مال السلطة التشريعية، القرآن مال السلطة التشريعية، يقول ثلثي عدد مقاعد مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. إذا لم تتمكن الأرقام البرلمانية من أن تشكل أو أن تحقق النصاب في رئيس الجمهورية، كيف ستضمن دعم حكومة أغلبية مقطوعة اليد اللي هي أنه الإطار يجب أن يلتحق بالتيار، وهذا طبعا يرفض الإطار. الإطار يقول يجب أن نأتلف، وفرق كبير جدا بين أن نلتحق وبين أن نأتلف. الآن السيد قدم، ولكن يعني كل تقديري لما قدمه وهو فعلا الإطار العام لبناء الدولة، ولكنه في حيز يعني افتراضي، الواقع العراقي، الدستور العراقي، القوى السياسية، مراكز القوى لن تسمح بما ذهب إليه السيد. على سبيل المثال هناك فلسفتين، هناك فلسفة تقول أن السلاح الموجود هو ظهير للدولة العراقية ولم يخرج يوما على سبيل المثال على الدولة العراقية، ولا زال تهديدان يهددان النظام السياسي، تنظيمات الإرهابية، وجود القواعد الأمريكية التي بكل تأكيد هناك صراع أمريكي مع هذه القوى المتهمة أنها إيرانية. هذه نقطة. يعني هو تحدث أنه يجب أن يكون السلاح تحت طبعا هو الحشيش الشعبي طبعا بالتأكيد لم يقصد الحشيش الشعبي. والسؤال الآخر هو سرايا السلام وقوة التيار الصدري وجيش المهدي، هل سيكون أيضا سلاح نفس سلاح هذه القوة ويوضع تحت حماية الدولة؟ هذا أمر طيب ومقبول، ولكن على أرض الواقع ستيفاء نحن لدينا مراكز قوة، أنا أتحدث كمتخصص، مراكز قوة، مراكز القوة لا تسمح للحيز الافتراضي أن يتحقق إلا عندما نبدأ بالخطوة الأبطأ ثم الأكبر. بمعنى الأبطأ هو أن تشكل أغلبية موسعة تختلف عن التوافقية وتختلف عن الأغلبية التي يراد أن تقلص. بمعنى لكن هل اليوم أغلبية موسعة؟ لا مو أغلبية موسعة، ما تأخذ أنت 40 أو 50 معك وتأخذ كل السنة وتأخذ كل الأكراد، هي توافقية مقطوع من عتها فصيل معين مطرود من عتها روح أنت. قصدك المالكي؟ يعني لا، ولا المالكي، أنا ما أعرف، أنا ما أعرف إذا السيد بن يعمل بالسياسة سيد مقتدى، وأنا يعني شخصيا أقول لا يمكن أن يكون الخصام الشخصي هو عامل بالفعل السياسي. السياسة مصالح، يعني السياسة هي مو علاقات شخصية، يعني إحنا من ننتقدها مو عندنا عداوة ويا التيار أو ويا الإطار أو ننتمي. ولذلك ما تقدم به السيد أنا باعتقادي هو حيز في